شنو العقوبات اللي أستعملها؟ الضارب قلنا استبعده. زين، ماذا أستعمل؟ يمكنك أن تستعمل من أدوات العقاب أولا العزل، تلجأ إلى العزل. وما معنى العزل؟ يعني تقول يا ولدي نظرا إلى فعلك الأمر الكذائي اليوم أنت محروم من الطلعة من البيت، تقعد بس في البيت، هذا عازل. أو تقعد في غرفتك، ممنوع تطلع. زين، فهني تمارس عقوبة العزل. بعد من العقوبات، من العقوبات التي تلجأ لها أن تلجأ إلى الحرمان. تلجأ إلى الحرمان، تقول له والله التلفزيون ما طالع، الآيباد أخذ من عندك، التليفون أخذ من عندك. هذه الأدوات العقابية ربما تكون أكثر فاعلية من الضرب. فهنا تلاحظ بأنك تلجأ إلى عقوبة، ويجب أن تكون شجاعا في اتخاذ قرار العقوبة. لازم تكون شجاع. يعني بعض الأحيان آباء يتباطؤون في أخذ القرار بالعقوبة. زين، تتفاقم المشكلة وتكبر المشكلة التربوية وما اتخذوا قرار. ليش؟ لأن حنانهم حبهم يمنعهم من اتخاذ عقوبة على الأبناء. سوى غلط، تدري إنه سوى غلط، ساكت لو إيش؟ سكوتك ترى يفاقم، سبب نوع من الإقرار إلى فعله. فلا بد أن تكون شجاعا في اتخاذ عقوبة تجاه ابنك إذا أساء. زين،